في عناوين هذه النشرة: الراعي: إذا كانت قوى تزمع ربط لبنان بالقرارات الإقليمية فإنها تخرج عن الإجماع. نائب في حزب الله: نحن وحركة أمل في تحالف سياسي وانتخابي معا. وزير الصحة: اللقاح أمن الحماية من العدوى الشديدة التي تؤدي إلى دخول المستشفى. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. رأى البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي خلال عظة قداس الأحد أن إذا كانت قوى تزمع ربط لبنان بالقرارات الإقليمية فإنها تخرج عن الإجماع. ندعو إلى أن تسترجع الشرعية اللبنانية قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمرة، وتحافظ على مؤسساتها الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها. ليس من المقبول إطلاقا أن يواصل عدد من القوى السياسية خلق أجواء تشنج وتحد وخصام واستعداء واستقواء تثير الشكوك حيال الاستحقاقين. ومن غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف للتنفيذ، خصوصا أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعا. إنها جريمة أن يستمر تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة. إذا شاءت المكونات اللبنانية تطوير النظام وهي على حق من مركزية حصرية إلى لا مركزية موسعة لتعزز خصوصياتها وأمنها وإنماءها وتزيل نقاط النزاعات المتكررة وتعالج نتوءات التعددية، فلا يجوز لأي تطور أن يكون على حساب هوية لبنان وحضارته ورقيه ودوره وحياده السيادي وجوهر وجوده. إن في طبيعة لبنان قوة تاريخية تهزم جميع الذين حاولوا ماضيا وحاضرا استئصال جذور لبنان ووضع اليد عليه وادعوا حقا لا يملكوه في أرضه وسيطرة لا يقوون بها على شعبه. على صعيد الانتخابات النيابية، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين من بلدة معركة أن حزب الله وحركة أمل في تحالف سياسي وانتخابي معا، وعلينا أن نخوض هذا الاستحقاق بوعي وفهم ومقاربة سليمة وصحيحة. نحن مع الأخوة في حركة أمل في تحالف سياسي وانتخابي معا، ولذلك أهمية هذا التحالف هو أولاً أنه يحصن الساحة الشيعية الوطنية التي تعمل لأجل مصلحة هذا البلد ومصلحة هذا الوطن. هذا الاستحقاق علينا أن نخوضه بوعي وفهم ومقاربة سليمة وصحيحة. إن لم نكن
نحن المتحالفون مع بعضنا البعض والمتفاهمون على إدارة هذه المعركة الانتخابية، الموقف الآخر أين سيكون؟ سيكون لمصلحة الأمريكي ولمصلحة الكيان الصهيوني ولمصلحة المملكة العربية السعودية. لذلك علينا أن نتفهم بعضنا البعض وأن نفهم على بعضنا البعض في إدارة المعركة الانتخابية. في وقت يسجل هدوء نسبي على جبهة السجال حول المادة 33 من الدستور والاعتداء المتكرر على صلاحيات رئاسة الجمهورية، كيف يبدو مشهد الكتل النيابية من طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والذي بحسب معلومات أو تي في سيعقد أكثر من لقاء ثنائي مطلع الأسبوع المقبل؟ تقرير جويس نوفل. في 27 كانون الأول وجه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رسالة مصارحة إلى اللبنانيين، دعا فيها لحوار وطني عاجل. من موقعي كمؤتمن على الدستور بدعي لحوار وطني عاجل للتفاهم حول ثلاث مسائل وأقرارها لاحقا، من ضمن المؤسسات وهي المركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، خطة التعافي المالي والاقتصاد بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. وفيما ينتظر اللبنانيون بصيص النور في الظلمة التي يعيشونها اليوم، والتي هي نتاج 30 سنة من السياسات الخاطئة على أكثر من صعيد، وجدوا أمامهم من يرفض الحوار. في الطليعة القوات اللبنانية التي أعلنت موقفها فور دعوة الرئيس عون وقالت أنها لن تشارك في أي حوار مع السلطة القائمة اليوم، لأن أي حوار يكون نتاج سلطة جديدة منتخبة من إرادة الناس بعد الانتخابات النيابية المرتقبة خلال أشهر. وعللت القوات بأن الحوار اليوم لم يعد يجدي في ظل الواقع الانهياري القائم وفي ظل انتفاضة شعبية وضعت تساؤلات كبرى حول صدقية تمثيل السلطة القائمة. وقال مصدر قواتي للأو تي في إن العناوين التي طرحها فخامة الرئيس كان يجب أن يطرحها في مطلع عهده وأن تشكل برنامجه للرئاسة، وليس أن تكون في الأشهر الأخيرة من ولايته. وفي الخندق نفسه مع القوات تمركز المستقبل رافضا الحوار، عبر اعتذار رئيس كتلته النائب سعد الحريري، والذي أبلغه هاتفيا للرئيس عون بالأمس عن عدم المشاركة لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية. حزب الله متمسك بالحوار، وهذا ما أكده أمينه العام السيد حسن نصر الله في إطلالاته الأخيرة بالتشديد على الحوار بين اللبنانيين وعلى أي دعوة للحوار بين اللبنانيين. وعلى ضفة رئيس المجلس النيابي نبيه بري فلم يصدر عنه أي موقف مخالف لما قاله قبل أيام: أنا لا أقاطع حوار أدعى إليه، وتتحدث مصادره عبر الأو تي في عن النتائج المتوقعة من الحوار. التيار الوطني الحر أعلن موقفه الداعم لدعوة رئيس الجمهورية لطاولة الحوار، فيما الاشتراكي لم يحسم قراره نهائيا ولو أنه يرحب كما دائما بالحوار. ووفق معلومات الأو تي في ينتظر لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي سيزور قصر بعبدة مطلع الأسبوع. بالتوازي تؤكد مصادر مطلعة للأو تي في أنه بعد رفض المستقبل بلسان الحريري ورفض القوات الذي كان منتظرا للأسف، وإلى حين تبلور موقف الاشتراكي بعد اجتماع الرئيس بجنبلاط، سيعقد الرئيس عون أكثر من لقاء ثنائي لشرح وجهة النظر من مختلف المواضيع، وعلى ضوء اجتماعات الأسبوع المقبل سيعرف إلى ماذا سيفضي قرار الرئيس عون، فهل سيرغب بالاستمرار بطاولة الحوار؟ وإذا نعم، ماذا عن جدول الأعمال وكيف سيتم التطرق له في شكل لا يؤدي إلى انقسامات في البلد وبغنى عنها في ظل الأزمة التي تعصف بالشعب اللبناني والمتعددة الأوجه والمتفاقمة، والجدوى من عقد مثل هذا الحوار؟ تؤكد المصادر المطلعة أن رئيس الجمهورية سعى إلى عقد طاولة الحوار وأدرج على جدول أعمالها مواضيع خلافية بامتياز أو يجب أن يتم التوافق عليها، ليس من خارج المؤسسات ولكن لأنه في الواقع تسهل عمل كل المؤسسات في حال التوافق عليها بين أركان النظام اللبناني أي رؤساء الكتل البرلمانية تحديدا. وتشدد المصادر على أن طاولة الحوار لا تحل مكان المؤسسات الدستورية، ولكن يبدو في ظل ما نراه تشريعيا وتنفيذيا أصبحت طاولة الحوار لازمة للتكلم عن عقم في النظام والحل المطروح والعناوين التي طرحها الرئيس عون.
نعود إلى هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. عودة إلى النشرة، شدد وزير الصحة فراس أبيض خلال زيارته مستشفى سبلين الحكومي في إطار جولة يقوم بها على المستشفيات الحكومية مطلعا على منصات التلقيح ضد فيروس كورونا التي أطلقتها الوزارة، أن ورغم الارتفاع بعدد الإصابات في لبنان ولكن الحمد لله عدد الأشخاص الذين يضطرون للدخول إلى المستشفى لا زال مقبولا، والسبب الأساسي في ذلك أن أغلبية الناس أخذت اللقاح الذي يؤمن الحماية من العدوى الشديدة التي تؤدي إلى دخول المستشفى والوفاة، داعيا الجميع إلى الإقبال على التلقيح لأن فيه حماية لهم ولمجتمعهم. وأضاف: نذكرهم بأن اللقاح مجاني وتقدمه الدولة، وجزم أن حزام النجاة من التسونامي المقبل هو اللقاح. السنة الماضية لما إجا المتحور ألفا على رأس السنة شفنا أنه كيف المستشفيات صار فيها والأعداد من الناس اللي دخلت على العناية وغيره. نحن حاليا الأعداد الموجودة هي تقريبا حوالي ثلث اللي كنا عم نشوفه السنة الماضية، وهذا بيرجع بشكل أساسي لأنه السنة الماضية ما كان في لقاح، هالسنة في لقاح. لذلك نحن بهذا الموضوع بالإضافة طبعا للإجراءات اللي يعني طلبتها وزارة الصحة واللي نحن عم نطلب أنه يصير في تشدد بتطبيقها، ونحن نتأمل أنه هيدي الموجة اللي نحن مارقين فيها مثل ما عم بيصير بغير بلاد يعني سوف تبدأ بالانحسار. نحن بنتوقع يعني الأرقام ما تضلها تطلع مثل ما عم نشوف، وتدريجيا حترجع تنزل بسرعة وحتى نقدر نرجع نسترجع حياتنا العادية. ولليوم الثاني على التوالي شهدت مراكز التلقيح في مستشفيات صور ومنطقتها جوية وقانا إقبالا للمشاركة في ماراثون فايزر الذي تنظمه وزارتي الصحة والتربية ليومين، والذي يستهدف طلاب وأساتذة المدارس الرسمية والخاصة من عمر 12 سنة وما فوق والراغبين بأخذ الجرعات الثلاثة. أقفلت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة أطباء الأسنان في بيت الطبيب، وقد وصل عدد المقترعين في الدورة الأولى إلى نحو 1600 طبيب أسنان، وكانت قد بدأت العملية الانتخابية لنقابة طب الأسنان عند 8 من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في داخل المكان ومحيطه، والمنافسة ستكون على 3 لوائح متكاملة وبعض المنفردين، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النقابة منتهية ولايتهم ومجلس إدارة صندوق التعاضد ولجنة التقاعد واللجنة التأديبية، وعددهم 20 عضوا. واللوائح هي لائحة برئاسة البروفيسور رونالد يونس بعنوان مستقلون منتفضون، لائحة للبروفيسور الياس معلوف بعنوان معا للإنقاذ، ولائحة برئاسة الدكتورة إيميلي حايك بعنوان نقابة ثورتي. المزيد من الأخبار بعد الفاصل. في الأخبار الإقليمية والدولية، اعتقل الرئيس السابق لجهاز الأمن في كازاخستان كريم ماسيموف بتهمة الخيانة بعد إقالته في أعقاب أعمال شغب في البلاد التي لا تزال تشهد توترا حتى اليوم. وقالت لجنة الأمن الوطنية وأن مديرها السابق أوقف الخميس بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى. سجلت أمس السبت تعبئة أكبر في فرنسا ضد الشهادة الصحية والتلقيح المضاد لكورونا، مع تسجيل مشاركة 105,200 شخص في المظاهرات، أي 4 أضعاف من شاركوا في آخر تظاهرات نظمت في 18 كانون الأول بحسب السلطات. ويأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استهدف فيها غير الملقحين، وأثارت عاصفة سياسية تزامنا مع أقرار الجمعية الوطنية لمشروع قانون يجعل من الشهادة الصحية شهادة تلقيح. وفي إطار مكافحة انتشار كورونا، أعلن بنك سيتي جروب الأمريكي أعطاء موظفي البنك في الولايات المتحدة ممن لم يحصلوا على التطعيم ضد كورونا بحلول 14 كانون الثاني إجازة بدون أجر، على أن يتم طردهم في نهاية الشهر إذا لم يمنحوا إعفاء من التطعيم. وأعلن البنك الأمريكي خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في تشرين الأول، وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في وول ستريت تفرض نهجا صارما بشأن التطعيم. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولكن للمزيد تابعوا الـ OTV عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.